أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمانة الخير. هبتدي أول الحلقة بحمد الله عز وجل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ألف حمد وألف شكر على نعمة الإسلام، ألف حمد وألف شكر على نعمة الإيمان، ألف حمد وألف شكر على نعمة الوضوء. الوضوء نعمة. ألف حمد وألف شكر على نعمة الصلاة. الصلاة نعمة من الله عز وجل. مع الوضوء ذنوبنا بتتغسل، مع الصلاة احنا بقينا في معية ربنا عز وجل. بعد الصلاة ربنا بيحافظ علينا، بيجعل علينا حافظ. ربنا سبحانه وتعالى بيخلينا في معيته طول الوقت. فعشان كده النهارده هنكمل معاكم بقيه حلقه الوضوء، وهنعرف قد ايه الوضوء ده جميل، وهنجاوب على كل اسئلتكم ونواقض الوضوء مع شيخنا الجليل الشيخ احمد الجويني من علماء الازهر الشريف. السلام عليكم دكتور احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بيك. حضرتك مشرفنا ومنورنا. شكرا. ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك. ربنا. احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الوضوء، بس في حاجات لسه ما اتكلمناش عليها. في ناس كتير بتقول انا وانا بتوضى بيجي حد يكلمني او الباب بيخبط. ويبقى حاجه ضروريه لازم اعملها. هل ينفع اروح اعمل الحاجه دي او اكلم حد وارجع اتوضى تاني اكمل وضوئي؟ هو احنا عندنا طبعا بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا في حاجه اسمها الترتيب والموالاه. الترتيب يعني ايه؟ نرتب الوضوء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، صلى الله عليه وسلم. يعني ما رتبش المزاجي، لكن ما فيش مشكله لو انا نسيت عضو وجيت كملته زي ما بينا الحلقه اللي فاتت. ده ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب، يعني ممكن الواحد ينسى يمسح ودنه مثلا، فافتكرها بعد ما اتوضى فببلل لحيته او بعض البلل يروح مسحها، ما فيش مشكله. تمام كده. الموالاه خدناها من الموالاه، يعني المقصود بها ان العضو يغسل عقب العضو على طول، ما بقاش في فتره زمنيه. خدوا الحكم الموالاه منين؟ من الواو العطف. يا ايها الذين اذا قمتم الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الايه؟ الى المرأة، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعب. فالواو هنا تفيد الجمع. فقالوا الواو دي العاطفه دي، يبقى اذا في موالاه. يعني العضو ورا العضو، يعني الموالاه اللي انا ما اسيبش العضو يجف. الحد بقى الحد ايه؟ الحد الفتره ايه؟ الا يجف العضو الاول قبل ان تغسل العضو الثاني. يبقى الفتره الزمنيه ايه؟ ان العضو ما ينشفش. اصل معنى انه نشف انه خد فتره كبيره. يبقى هنا مساله واحد خبط او التليفون رن او ما شابه ذلك. ايه قدر الاهميه؟ وهل دون هيخلي العضو يجف ولا لا؟ لو الامر مش مهم وفي الغالب ما بيبقاش يعني الاهميه كبيره، يبقى اترك لما اخلص وضوء. الوضوء بياخد قد ايه؟ ما ياخدش 3 دقايق ولا دقيقتين. طيب لو حد كلمني وانا بتوضى ده يجوز ان انا ارد عليه؟ يجوز. لو امر مهم يجوز. لو امر مهم جائز ان انا ارد عليه. لكن السنه في الوضوء ان احنا الصمت. السنه في الوضوء الصمت. وزي ما قلنا نبدا الوضوء بسم الله، ولما ننتهي نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقلنا النبي قال اللي يقول كده فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. ان شاء الله ربنا يجعلنا منهم. يا رب. ناس كتير برضه سالتني على احنا بنبقى في مكان بره ومش عايزين نقلع الشراب. او ما فيش امكانيه قلع الشراب. فعاوزين نعرف هل المسح على الشراب ده حلال، وازاي اقدر امسح على الشراب؟ نعم. والله الاسلام جميل وعظيم، والتيسير فيه يعني يريد الله بكم اليسر. صحيح. ولا يريد بكم العسر. ففعلا ربنا يسر الامر علينا بشكل جميل ورائع، سواء بقى الخف او الجورب اللي هو احنا بنقول عليه الشراب دلوقتي. بنمسح على عليه المقيم بقى اللي هو مش مسافر، المقيم زي حالتنا كده، يوم وليله. للمقيم يوم وليله، يعني اللي في نفس البلد. ايه اللي في نفس البلد. اللي في نفس البلد احسنت كده. اللي مسافر 3 ايام بايه؟ بلياليهن.
طيب يبقى هنا انت بس طبعا لازم تلبسه على طهاره. لازم البسه على طهاره. على طهاره. يعني اتوضا والبسه. صحيح. تمام كده؟ ولازم هو يكون طاهر. لازم هو يكون طاهر. يكون طاهر. ولازم يكون مغطي القدم والكعبين. يعني كده بقى في مواصفات للجورب، للشراب اللي هو بيمسح عليه. طبعا. طبعا. طيب. يبقى المواصفات ايه بقى للشراب ده اللي هو يلبسه ويمسح عليه؟ اولا يكون ايه سميك، يعني يكون ايه يعني ما يكونش لا يشف، عشان يعني لان الحكمه منع الماء. فهو لو خفيف هيوصل الميه، بايه الحكمه منه؟ ما فيش حكمه. يبقى يكون ايه احنا بنقول تخين شويه او سميك شويه. ويغطي كامل القدم اللي هي مستحق في الوضوء في الغسل. حضرتك قلت لنا لغايه العظمتين. اللي هو ايه اللي هو الايه الكعب. الناس بتقول على الكعب اللي هو العقب، احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت يعني. فيكون ايه مغطيه. يبقى اولا يلبسه على طهاره، هو يكون طاهر ويكون كامل مغطي الرجل كامله ويكون سميك. تمام كده. طريقه المسح بيمسح على ظاهر الايه الجورب او الخف ولا يمسح من تحت. في ناس كتيره بقى يا دكتور احمد بتقول لي احنا لما بنيجي نمسح بنمسح من تحت القدم، يعني لو دي القدم هما بيمسحوا من تحت مش من فوق. ده خطا. ده خطا. ليه؟ سيدنا علي قال لو كان الدين بالعقل لكان مسح المسح تحت الخف اولى من المسح على ظهر الخف. فيبقى اذا هنا يعني سيدنا علي يقصد ايه؟ يقصد ان العبادات توقيفيه، انت مامور امرت من الله سبحانه وتعالى، امرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انت تفعل ما امرت به، سواء نقول هو تاني سواء ادركت الحكمه سواء لم تدرك الحكمه. صحيح. يبقى احنا هنا بنمسح بقى تيسير ربنا احنا حاسين بيه يعني. يعني انا غالبا في الشتاء على طول بمسح لان الوضع صعب الحقيقه. فتيسير ربنا سبحانه وتعالى، وكمان اللي مسافر بيحس بيها قوي. صحيح. لان يمكن غسل القدم بالذات اصعب حاجه في الوضوء، بتحتاج ميه كثيره والاطراف بتتعب من البرد. صحيح. فلذلك في تيسير من ربنا سبحانه وتعالى في تشريعه. امسح يا سيدي يوم بليله. طب معلش ممكن حضرتك تمثل لنا يمسح ازاي؟ يعني لو ده القدم يمسح. ادي القدم اهي. تمام. تمام كده اهي القدم بيمسح كده، يجيب يبل ايده، عايز ينطر ينطر، ما ينطرش يروح ماسح كده اهو. بس مره واحده. لغايه العظمتين. لا بيمسح من فوق. من فوق. من فوق مش العظمتين دول في الجنب. لا بيمسح من فوق. انا بتكلم فيما يوازي العظمتين ولا هو يمسح بس كده؟ لا من فوق. من فوق. تمام. كده اهو بس. تمام. يكفي هكذا مرة واحدة. يبقى كده عمل الايه؟ عمل اللي عليه. تمام. ويصلي. طيب ما يخلعش الايه؟ ما يخلعش الشراب. لو خلع الشراب هل الوضوء ينقض ولا ما ينقضش؟ صحيح. هنا في كلام. لكن الراجح وما يعني يطمئن له قلبي ان خلع الجورب لكن ما زال على طهارة فهو طاهر. ما زال على طهارة يعني وضوء لم ينقض بشيء تاني. يعني مجرد الخلع لا ينقض لان الاصل فيه ان هو ايه طاهر. صحيح. الاصل فيه ان هو طاهر، يبقى هو طاهر بدليل شرعي. صح كده؟ صحيح. يبقى لا ننقض الطهارة الا بدليل شرعي. طب يعني هو لو هو طاهر واخد والشراب طاهر، بس حاجة جت على الشراب، اي حاجة جت عليه من مصدر خارجي، يعمل ايه في الحاله دي؟ حاجه ايه، نجاسه ولا حاجه عاديه؟ الطين بقى. اي حاجه. لا الطين ليس من نجس. الطين يا اخوانا ليس من نجس. ايه شكل النجاسه اللي ممكن تيجي على الشراب؟ البول، الغائط، او روث بهائم او ما شابه ذلك، بيطهروا. يعني بيزيلوا. يعني لو وقع يعني وشالوا ولم يمسك به، يعني ممكن الجلد لا يعلق به شيء. اما لو قماش مثلا او ولعق تعلق بيه يعني لا، في الحالة دي يخلع ويغسل. يغسل لو الأمر كبير. أما لو بتشال بسرعة وخفيف ونظفه خلاص لا شيء، لا يضر شيء. تمام. فحسب الإيه، حسب إن هو علق بيد إيه، هل بحاجة بسيطة وتشالت ولا أثر لها ولا لها أثر. صحيح. لو لها أثر لا يغير على طول. طيب البنات بقى اللي بتبقى طول الوقت في الجامعة. نعم. ليها أسئلة كتير قوي في الموضوع. أنا دلوقتي ببقى موجودة في الجامعة طول الوقت،
او في الشغل او في مكانه ومش قادره ان انا اقلع كامل الحجاب علشان امسح على راسي، فانا ممكن امسح على راسي من الحجاب ولا لازم اقلع الحجاب كله علشان اتوضى وكده البسه تاني؟ طيب هي بتتوضى في الشارع ولا بتتوضى في دور الميه؟ لا في حمام. في دور الميه صح، ما بتتوضاش في الشارع. طيب يبقى بتدخل ايديها من تحت ال بيسموها ايه؟ الطرحه بيسموها ايه؟ الحجاب. الحجاب او الطرحه او بتدخل ايديها وتبل يكفيها ربع الراس. يعني هي لازم يعني تبلل منبت الشعر؟ طبعا. بتبل ربع الراس مثلا ومنبت الشعر ايه؟ توصل الميه، يعني بتدوس كده في منبت الشعر وتخش كده وخلاص. ممكن تدي حته صغيره كده في منبت الشعر. يجزئ لو مسحت على بعض الشعر. الشعر. نعم. طيب في بنات كتيرة برضو بتبقى حاطه مكياج، انا عذرا يعني بس هي الاسئله دي بجد. نعم نعم. فانا دلوقتي عايزه اغسل وشي، وحضرتك قلت لنا الحلقه اللي فاتت احنا مش بنمسح الوش احنا بنغسله. نعم. فهي بتقول لي انا لو جيت غسلت وشي كل وشي هيتلخبط، اعمل ايه؟ طيب احنا عندنا حاجتين. تمام. العلماء قالوا ايه؟ قالوا ايه اللي ينقض الوضوء في او ايه اللي ما ينفعش تتوضى عليه؟ اما ان يكون اللي هي حطاه سائل لون صبغه ملهاش جرم ملهاش طبقه معينه، فدي مفيش مشكله ان دي مفيش مشكله تتوضى منها، زي احمر الشفاه زي الكحل زي الحاجات دي كلها مونيكي اي حاجه ماده بتلوق دي مفيش مشكله تتوضى. اما لو حاجه لها طبقه عازله او مانعه للماء يبقى ما ينفعش. طيب قيسي عليها بقى. المونيكير بيعمل طبقة عازلة. طبقة؟ لأن هو بيسد مسام الجلد من الناحيتين فمش بيدخل المية. دي قاعدة ونقيس عليها أي حاجة بقى. أصل أنا بسمع حاجات أنا معرفش كتير. أنا مفاش مش عارف أكليريك ومش عارف الأكليريك والمونوكير. والأكليريك ده مش بتاع المطابخ ولا هو ولا حاجة تانية؟ لا لا الأكليريك ده بيبقى زي ضوافر بتتركب. فاعتقد اللي هي مش بتدخل الميه، بس في ناس كتيره بتقول اللي هي تدخل الماء يعني بالجلد، بس الناس مش عارفه. فالناس مش عارفه ده فعلا حلال؟ ناخدها قاعده كده يا اخوانا. اي حاجه ليها جرم او تبقى مانعه للماء فيها حيز بتمنع الميه ما ينفعش. صحيح. اما لو صبغه او لون او حاجه زي كده مفيش مشكله. قاعده نقيس عليها اي حاجه بقى، حاجات مستحدثه حاجات نعرفها حاجات ما نعرفهاش. هي عارفه هي بتحط ايه، لو الحاجه دي عازله للماء ما ينفعش. هتقول لي هلخبط وشي، احسن ما تلخبط في الاخره. يعني لما تلخبطيه دلوقتي احسن ما يعني لا الدنيا اهون. طيب صحيح دي حقيقه. طيب غير سؤال البنات بس في موضوع الوضوء دلوقتي بيبقى فيه رموش بتتحط بشكل دايم او بشكل 6 شهور او كذا، وطبعا احنا عندنا حديث اللي هو ده من الحاجات اللي بتطلع يعني بتتلعن عليها المرأة يعني. نعم. طيب هي دلوقتي لما بتحط الرموش دي تيجي تصلي، هل كده تبقى هو وضوءها صحيح او هي ربنا يتقبل صلاتها؟ هو اولا في الشارع طبعا يعني ما ينفعش الكلام ده. اما في بيتها او لزوجها انا حضرت فتوى يعني رايتها من فضيله العلامه الشيخ عطيه صقر رحمه الله وطيب في الارض سراه. سئل امامي عن مساله لو في واحده عايزه تهدي الحاجه من حاجبها، في حاجه شارده او حاجه وعايزه ينفع لزوج، قال لهم لزوجها، قالوا له لزوجها، قال له هتشيل وشها كله لزوجها مفيش مشكله. نفس الطريقه. ووجدت نفس الفتوى ايضا امام عيني من فضيله الدكتور محمد احمد المصير رحمه الله، قال بنفس الكلام، قال لو للزوج مفيش مشكله. طب هي هتخرج بالشكل ده في الشارع يا شيخ؟ لا ما احنا الخروج للشارع ما احنا قلنا ده في مشكله في اسم طبعا. ما هي مش ممكن ما تبقاش منقبه منتقبه فهي هتبقى وشها كله باين. ما انا بقول بقى ايه احنا يعني هي خارجه بالمنظر ده مش صح. طيب احنا عايزين نتكلم عن الصلاه صح كده؟ عن الصلاه لا اظن ان في شيء ان هي بتصلي بتتجمل المفروض لزوجها او لمحارمها ما فيش مشكله. ده اقرب معلش بقى سؤال بره الموضوع.
في ازواج لا يرضوا، يعني الست تقعد تركب في رموش، مع ان هي تبقى ست يعني على قدر من الجمال، تقعد تركب في رموش وتعمل كل حاجه في وشها عشان ترضيه، وفي الاخر غالبا ما بيرضاش، لان هو بيبقى عاوز يشوف كل اللي شايفه بره فيها. فيعني عايزين حضرتك توجه رساله للازواج دي، لان بيجي لي مشاكل كتيره قوي. هو انا شايف ان الاستاذه ميرا لازم الزوج والزوج كل واحد منهم يقنع ويرضى بما قسم الله له. مش قانع نعمل ايه؟ لا مش قانع، دي مشكله. ما هو الطماع ده انت هتمنع عينه ازاي؟ ما دي ما الاختيار بقى، هنرجع ورا شويه خطوه شويه، هي اختارت غلط او هو اختار غلط لو هي مش كده. فبالتالي احنا هذا الزوج نقول له اتق الله سبحانه وتعالى، ولازم ترضى بشكل زوجتك وبهيئتها وبجسمها وبكل. والنبي قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. صحيح. فما فيش حد فينا كامل، لكن كل هي بتحاول تتزين وتتجمل تؤجر على ذلك، وإن لم يرعى ذلك انتباهه، حتى لو هو عامل نفسه مش واخد باله أو لكن تؤجر عليه. صحيح. تؤجر عليه أمام الله سبحانه وتعالى. ربنا يجازيك خير يا شهاب. ربنا يجازيك. طيب احنا كملنا كده الأجزاء اللي في الوضوء، عاوزين بقى نتكلم على نواقض الوضوء. نعم. ايه أول ناقض من نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء كثيرة يعني، وطبعا في حاجات فيها خلاف وفي حاجات مجمع عليها. خلينا نقول ايه؟ أول حاجة ما خرج من السبيلين. السبيل الأول البول والغائط. البول والغائط طبعا ينقض الوضوء. طيب خلينا نتكلم في البول. في النهارده منتشر في بعض الناس اللي عندها سلس بول او مركب قسطره وعامل كيس. صحيح. ربنا يشفيه. لسه واحد والله من يومين ثلاثه كان بي يعني من كام 3 4 ايام مكلمني عنده المشكله دي، وعمال يعني خايف، هو بيعبد ربنا فمش عايز ان الصلاه تبقى باطله، لان صحه الوضوء بيترتب عليها صحه الايه؟ صحه الصلاه. صحيح. فيعني وقاعد يستفسر ودقق. فاحنا يعني زي ما قلنا، قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ديننا جميل قوي وربنا يسره، ربنا ما جعلش علينا حرج ابدا في المرض خالص. فيعمل ايه ده؟ حكم سلس البول. وحتى لو امراه عندها برضو الامر دون بيحصل ايه؟ بيتوضا لكل صلاه سواء نزل او لم ينزل. طيب ده ما فيش وجوب اللي هو يحط عازل بين البول والثياب المرأة او الرجل؟ والله عايز ياخد احتياطات ياخد. ما هو في واحد حاطط كيس اهو، هيعمل ايه تاني؟ يحط احتياطات مفيش مشكله. لكن هو كده كده نزل. صحيح. فهو خلاص يعني هو لو في غير المرض هو خلاص نقض وضوء. صحيح. سواء مس الثياب او لم يمس الثياب، صح كده؟ صحيح. يبقى بالتالي هنا بنقول له توضا لايه؟ لكل صلاه. صحيح. تمام كده؟ الغائط معروف. ايه تاني كمان؟ قالوا في ال 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 الوزي والمدي. المدي ده اللي بيجي بعد البول، واحد سقحان شويه، واحد مش عارف ايه. احنا كده هنتكلم بقى على نواقض الوضوء للرجال. نعم. تمام. نعم الاثنين مع بعض متخصصين. ماشي. فهنا ده قلنا ايه؟ الودي ده اللي بيجي عقب البول، لو واحد سقعان شويه ولا حاجه فما فيش مشكله، ده بيغسل الايه؟ الذكر منه وخلاص على كده. المزي بقى ما ياتي بشهوه. المزي ما ياتي بايه؟ بشهوه، وبيكون تقيل شويه ولزق شويه، غير الغير الايه؟ المدي. المدي اخف شويه. برضو ده يستوجب غسل الفرج وايه؟ ويتوضا. يعني لا يستلزم الاستنجاء ولا يستلزم الغسل. المني هو اللي ايه؟ بيوجب الغسل. المني بيوجب الغسل، سواء كان بجماع سواء كان احتلام بيوجب الغسل. يبقى هنا ايه؟ ما خرج طبعا المراه في الاستحاضه. الاستحاضه غير الحيض. كده بقى نواقض الوضوء للنساء. خلينا على بعض. احنا هناخد طيب. ام حمزه ونرجع. ماشي اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. بقى معلش عايز اسال سؤال بس كده، استنجى ازاي من حكايه بعد الجماع بتاع انا وجوزي وكده؟ اشطف ازاي واعمل كده؟
تغتسلي تقصدي بقى. انت ممكن سؤالك تاني تستنجي من ايه؟ ايه؟ سؤالك تاني بعد الجماع انا وجوزي وكده. تمام. الشطف ازاي كده؟ الاغتسال. اه. طيب. حاضر. اسمعينا. شكرا جزيلا. الاغتسال. حاضر. سب من الجنابة. اه. هنرد برضه بس. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ علاء. حضرتك سامعني كده؟ اه سامعاك كويس. اتفضل. علي صوتك شويه من فضلك بس. طيب انا ليا سؤال خارج البرنامج ينفع؟ اتفضل. هو حضرتك دلوقتي مثلا الانتحار دوت يعني حسابه في الاخره يعني نظر ولا ممكن يبقى ربنا يرحم الواحد؟ طب انت اللي بتفكر في الانتحار يعني ولا ايه؟ قول لي. لا هو انا عايز بس جواب عن السؤال ده. طيب ممكن سؤالك تاني والشيخ هيرد عليك. يعني الانتحار دوت انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ في تسامح فيه ولا ما فيهوش؟ اسمك ايه؟ علاء. علاء؟ اسمع علاء. ازيك علاء؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام. ايه الدنيا عامله ايه معاك يا علاء؟ الدنيا مش كويسه، مفيش رحمه هنا، يمكن عند الله عند ربنا رحمه. اه بس يعني مش ربنا سبحانه وتعالى قال ولا نبلونكم، يعني الابتلاء ده مش ربنا كتبه علينا؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم العلماء ثم الامثل فالامثل. وخد بالك من اللي جايه دي بقى، يبتلى المرء منكم على قدر دينه. على قدر ايه؟ دينه. فاذا كان دينه في صلابه زيد له، يعني ربما ربنا سبحانه وتعالى راى في ايمانك قوه فاراد ان هو يعلي اجرك وثوابك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول علاء عجبت لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يا علاء معايا؟ ربنا يبارك فيك ويحفظك ويطهر صدرك ويشرح صدرك ويهدي قلبك. اوعى يا علاء تفكر، انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من يقتل نفسه، من يقتل نفسه فإنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ويقتل نفسه في النار بنفس القتلة. يعني من يقتل نفسه شنقا أو بحديدة أو بسم ففي يده السم في النار وهو يحتسيه في نار جهنم والعياذ بالله. فمن كنا احنا مش مستحملين شوية ابتلاء في الدنيا على أن نستحمل عذاب ربنا ازاي في الآخرة على. لكن أنا ألجأ لربنا، ربنا سبحانه وتعالى في ايده كل حاجة، بيده ملكوت السماوات والأرض، الرحمة في ايد ربنا. قول يا رب ليل نهار حتى يأتي الله بالفرج، ولا تيأس من روح الله، لا ييأس من روح الله إلا الفاسقون إلا الكافرون. المؤمن لا ييأس من روح الله. أعلاء عايزك تصلي، تود تصلي ركعتين كده وتبكي ربنا وتشتكي ربنا. ماشي علاء؟ تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يا علاء لسه معانا. احنا مش قد عذاب ربنا في الاخره والله. سكت. خليه معانا. خليني ممكن اقول قفل. اه طبعا. طب بصي علاء، هو قفل بس انا هقول لك على حاجه يعني لو اسمح لي. يعني اتفضلي. طبعا والله يا علاء انت ما هتلاقي حد احن عليك من ربنا، حتى لو الابتلاء طال والدنيا بقت صعبه والناس بقت مش كويسه، والله ربنا ما هيسيبك. لو انت مش غالي عند الناس انت غالي عند ربنا عز وجل. هو انت مش هتهون على ربنا ابدا، لو هوانك كان على الناس ربنا مش هتهون عليه ابدا. ربنا يجازيك خير ويا رب يفك كربك يا رب ان شاء الله. ادعي له دعوه كده يعني اسال الله العظيم رب العرش العظيم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم، اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تشرح صدره، اللهم اشرح صدره، اللهم اشرح صدره واهد قلبه ويسر امره ويسر امره وفرج كربه، اللهم وسع رزقه يا رب العالمين، اللهم واتيه سؤله يا رب العالمين، اللهم اجعل في قلبه الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انزل السكينه على قلبه، اللهم انزل الهدايه والسكينه والطمانينه على قلبه يا رب العالمين. صل اللهم وسلم على سيدنا محمد. ربنا يجزيك كل خير يا رب. معنا طيب معنا بدور. السلام. أيوة.
السلام عليكم، اتفضلي يا حبيبتي. عليكم السلام. انا عايز اسال بس الشيخ، ان انا كل لما باجي اصلي مش بعرف اصلي، يعني في حاجه حتى لما باجي اصلي ما بنسى الكلام وانا بصلي، مش باخد بالي انا بقول ايه، مش عارفه. انت متعلمة متعلمة؟ انا ما... لا انا طالعه من تالته اعدادي. يعني حافظة الفاتحة وحافظة سور صغيرة؟ بس انا باجي اتكلم يا شيخ ما بقدرش، بحس بتنمر في راسي كده، بحس ان انا مش قادره اتكلم، لساني مش قادر اتكلم، مش عارفه ليه على طول كده. طيب حاضر حاضر حاضر. طيب احنا هنرد على اول سؤال، وهي الست بتسأل، هو بعد الجماع هي عايزة تغتسل ازاي؟ مش بتعرف تغتسل، فهي عايزة طريقة الاغتسال. طيب نقدم بقى الاغتسال، احنا كنا كنا عن الاغتسال فنستعجل لها شوي. الاغتسال من الجنابة، احنا الاغتسال ده منه عبادة ومنه عادة، تمام كده؟ صحيح. الاغتسال العبادة، منه واجب ومنه سنة. سهلة كده؟ تمام. منه واجب زي الغسل الايه؟ من الجنابة او غسل الحائض، تمام كده؟ الغسل بقى اللي هو المستحب او السنة زي غسل الجمعة، العيدين، الاخير، يعني كأمثلة يعني سريع. طيب العادة اللي هو الواحد حران ولا او حاسس ان هو في عايز ينظف نفسه، عايز التنظف والتلطف، ده اللي هو العادة. بيفرق ايه؟ النية. صحيح. النية. طيب تعالوا نشوف بقى الاغتسال الصحيح. يعني حضرتك عايز تقول لنا الاغتسال زي الوضوء او له نية؟ طبعا لازم النية. اغتسال اللي هو ايه؟ اللي هو عبادة. اللي هو سواء بقى اللي هو الاسقاط الايه؟ الحدث الاكبر اللي هو الايه؟ الاغتسال من الجنابة. يعني بس عايزين نقول للناس ايه هو الحدث الاكبر والحدث الاصغر عشان يبقوا معانا. الحدث الاكبر اللي هو الجنابة. الحدث الاصغر اللي هو واحد اخرج ريح مثلا او نواقض الوضوء البسيطة. او البول البسيطة. او الغائط. نواقض الوضوء البسيطة. تمام. دي. تمام كده؟ طيب الاغتسال بقى يا اخوانا اهو. اول حاجة غسل اليد، ثم غسل الفرج باليد اليسرى، ثم غسل اليد من غسل الفرج، ثم الوضوء وضوءك للصلاة. احنا بنتكلم بقى النبي اغتسل ازاي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا نغتسل ازاي. يبقى نتوضأ وضوءنا للصلاة. كلام جميل كده. طب توضأنا وضوءنا للصلاة، نيجي على الرأس، نصب ماء على الرأس سلاسا، وإيه؟ وندهك الرأس، ثم نهيل الماء على الجسد، ثم نعمم الماء بالإيه؟ من الجسد. ثم نأتي بالميامن. بالإيه؟ بالميامن ناحية اليمين. والغسل مهم جدا في التدليك، خاصة من الجنابة، تدليك الجسد باليد. وهو بيرش الماء يدلك جسده بإيه؟ بيده. مش رش كده وخلاص. وبرضه يا ريت تفكرين موضوع الصابون والشامبو والكلام ده، عشان في ناس الاغتسال ده بالماء المطلق، الاغتسال اللي هو عشان نسخة الجنابة ماء مطلق، معلوش حاجه خالص، الميه العاديه خالص، معلاش حاجه خالص. تمام كده. يبقى يبدا بالميامن والاعالي، يعني يبدا بالايد اليمين، وبعد كده دي من السنن بقى. أيوة. سواء التسليس، سواء الميامن، سواء والتسمية برضو في الأول. ماشي. يبقى يبدأ بالميامن، بعد كده الأيسر. يعني هو بيغسل الميامن ثلاث والأيسر ثلاث. يعمم، وطبعا لا ينسى المضمضة والاستنشاق. بس هو لو توضأ خلاص مفيش مشكلة. إنما لو لم يتوضأ وعايز يطلع يصلي على طول، يتمضمن ويستنشق. ده البعض قال ان ده من فرائض الاغتسال. طب واحدة واحدة بقى كده يا دكتور احمد، حضرتك قول لنا من اول النية، هي نوت او رجل او المرأة نو الاغتسال من الجنابة؟ نوى، سمى الله سبحانه وتعالى وغسل فرجه بيده اليسرى، ثم غسل يده من غسل الفرج، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم صب الماء ثلاثا على رأسه مع تدليك اصول الشعر الرأس، ثم بعد ذلك عمم الجسد بالماء، ثم غسل الايه؟ الايد اليمين والجنب اليمين ثلاث. ماشي. من الايد اليمين والجنب الايه؟ اليمين. ثم الجنب الشمال والايد الشمال.
ثم الرجل اليمين ثم الرجل الشمال. ثلاث برضو ولا ثلاث والتدليك. واحد عايز اكثر بس لو حد ممكن يقعد في المره دقيقتين ثلاثه يعني ممكن يقعد اكثر لو عايز حسب ما هو عايز يطول قد ايه. وبعد كده يدلك تدليك الايه الجسد. سبحان الله النيه والعباده بيجد ان هو فاق حس باحساس غريب يعني كانه شفي من عين وهو ليس بمرض طبعا لكن بقول كانه تشبيه يعني هو بيحس انك ان رفع شيئا من على ظهره كانه رفع شيئا من ايه من على ظهره. فدي طريقه الاغتسال بطريقه وزي ما قلنا كان النبي لا يتوضا بعد الغسل لا يعني يتوضأ بعد الغسل بعد ما يتوضأش بس انا ممكن اتوضا بعد الغسل لو انا نسيت اتوضا وما لم استنشق ولم ايه اتمضمض في الايه ما خدتش فرائض الوضوء في الايه في الاغتسال وعايز اصلي فانا لو نسيت وخلصت الاغتسال بضطر اعمل ايه بضطر ان انا اتوضا. صحيح. طيب يعني انا يا اما اتوضا قبل يا اما اتوضا بعد. والسنه قبل يعني الهدي قبل الهديه الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل وده في البخاري ومسلم علمنا كده ان كان النبي يتوضا وضوءا للصلاه ثم يصب الماء راسه الى اخر الايه ما ذكرت من كيفيه الاغتسال. طيب ايه انواع الجنابه للست والراجل غير الجماع؟ طبعا في احتلام قد يحدث النزول المناني بغير جماع ايضا يستوجب الغسل. ده هناك من قال فوق ذلك يعني زي الامام البخاري مثلا ذكر حديثا اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فالعلماء قالوا حتى ولم يتم انزال يبقى لابد من الايه من الاغتسال. يبقى هنا هو وسبحان الله هنا حتى الامام البخاري في الحديث ده قال اذا التقى الختانان فجعل المراه ختان يعني جعل المراه ختان كالرجل. المهم فاحنا حضرتك كان السؤال ايه؟ الجنابه للرجل والمراه. احنا قلنا الرجل المراه طبعا نفس الرجل في موضوع الجنابه لكن تقصدي الاغتسال للمراه زي الحيض وال ايوه بالظبط. احنا ما قلناش الجنابه كان جه تليفونات فما قلناش الجنابه بالنسبه للمراه. تغتسل ايه الانواع اللي تتغسل منها؟ الحيض وايضا الجنابه مثلها مثل الرجل في الجماع او ايضا ان حدث لها شيء ايضا بغير جماع. والحيض ايضا المراه تغتسل ونفاسها. صحيح. نفاسها ايضا بعد الايه بعد الولاده لما تتم ايام الايه نفاسها سواء من ولد او من انثى بتغتسل. وهي كيفيه الاغتسال واحده للرجل والمراه. يعني كيفيه الاغتسال واحده للرجل والمراه. لكن برضه قبل ما انسى الشامبو والصابون قلت لك ذكريني بيهم هجيله حالا بخلص بس لان ده سؤال دايما بيتسال الناس يقول لك ينفع اعمل صابون ينفع احنا لازم نعرف ان الماء المطلق مهم لازم انا لما هزيل الجنابه بالماء المطلق عايز بعد كده تحط شامبو تحط صابون مفيش مشكله عايز بقى انت قبل او بعد مفيش مشكله برضو يعني انت عايز تعمل القصه دي الاول وبعد كده تعمل الـ بالماء المطلق مفيش مشكله عايز تعمل الماء المطلق الاول وبعد كده تحط بقى الصابون والشامبو والحاجات دي مفيش مشكله لكن اهم حاجه انا عايز ان ازاله الحدث الاكبر الجنابه تكون بالماء المطلق. تمام كده. طيب الاستحاضه دي في الوضوء. طيب الست في حاله النفاس بتقضي الايام اللي هي النفاس بتيجي بعدها برضه بيبقى لسه في نزول دم. نعم. هي ممكن تعمل ايه عشان تصلي؟ هي اغتسلت من النفاس ولسه في نزول دم. نعم. فتعمل ايه؟ اولا طبعا ربنا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالطبيبه التي تقوم على العلاج تقول ان كان هي ما زالت في نفاسها ولا لا ده مش ايه؟ مش نفاس. صحيح. ده بقى نزيف طيب ان كان ما زالت في نفاسها معها الصلاه. ولا تغتسل. طيب ان كانت لا هي خلصت نفسها لكن ده مرض او نزيف او مشكله يبقى زي ما النبي كان علمنا كان مره امراه من الانصار جت تساله فقال لها يعني
خدي فرس امسكي حته صوف كده وتتبعي بها اثر الدم. فقالت له كيف يا رسول الله؟ فاخذه الحياء فمسكتها ام عائشه من ايديها، قالت تعالي ايه، تعالي اوريكي. حتى ام عائشه رحم الله النساء الانصار كن لا يستحيين ان يسالن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادق الامور. يبقى بالتالي هي تعمل ايه؟ بتاخد فرصه من حته قماشه وتضعها، بتنظف مثلا وتحطها، وبعد ذلك ايه؟ تصلي. لو الامر كثير او دائم تتوضا لكل صلاه. حكم ثلاث البول. يعني حكم ثلاث البول يعني المهم اللي ما فيش حاجه تبقى في ملابسها. يعني هي بتحط يعني الحائل ده علشان ما يبقاش في حاجه. اما بتحط الحائل طبعا. ايوه طبعا بتحط الحائل وتتوضا لكل صلاه. كل صلاه تتوضا. ده حكم ايه؟ حكم ثلاث البول. لان امر هي تعذر به ولا تستطيع ان تتخلص منه. هناخد اتصالات ونرجع تاني. السلام عليكم. الو ام ياسين اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بشكرك يا شيخ جدا والله. ربنا يبارك فيك. حسبي الله. بقول لحضرتك اختي دي في الزوج اللي عاوز يعاشر مراته من ورا وهي مش موافقه، يعني حرام عليها كده ولا هو ايه ولا هي ايه؟ طيب اسمعينا يا حبيبتي، شكرا كثيرا. هناخد اتصال تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا امين. اتفضلي. لو سمحت عايزه اسال، هو انا دلوقتي لو متوديه ينفع اتوضى؟ معلش ممكن السؤال تاني؟ انا مش سامعاكي، علي صوتك من فضلك. لو متوديه ينفع اتوضى اصلي بيه طول اليوم؟ لو تفضل بيه طول اليوم. وانت مش ما عندكيش احتباس للبول ولا الغائط؟ يعني مش عايزه تخش الحمام ولا حبسه نفسك؟ لا 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 ايه؟ لا مفيش؟ مش عاوز اخش. مفيش مشكله. مفيش مشكله خالص ان شاء الله، جائز طبعا. نعم. شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ. كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. استاذه اميره انا اسف حضرتك لمداخلتي، ولكن مضطر حضرتك ان انا اكلم حضرتك بوضوح. انا كلمت حضرتك من 5 اسابيع. لا يدري طعم الفقر من هو في غنى. حكيت لحضرتك الموضوع كله وعطيني ان حد من البرنامج هيتواصل معايا، وللاسف على مدار 6 اسابيع ما حدش بيتواصل معايا. وحاجة ماسة لمساعدة حضرتك يا فندم. لا أقولهالك على الهواء ويا ريت تتقبليها مني يا فندم. لا لا أبدا أبدا، حضرتك تشرفنا في أي وقت. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. أستاذ أسامة اتفضل. أنا يا فندم مع حضرتك يا فندم، أنا عايز أستفسر عن حاجة بس يا فندم. اتفضل. حكاية أنا والمدام المشاكل بتاعتنا بتبقى كتيرة. وفي نفس الوقت يعني ايه بتعصب وانا بتعصب. فهي طلبت مني قالت لي لا طلقني وما تعيش معاها. فانا ما كانتش في نيتي ان انا اطلقها. وقلت لها انا همشي وانت طالق. عايز اعرف الحكم ده ايه؟ انت قلت لها انت طالق؟ صراحة كده؟ صراحة كده، بس ما كانش في نيتي ان انا لا. بص يا حاج، ربنا يكرمك، مفيش حاجه اسمها في الطلاق الصريح، مفيش حاجه اسمها ما كانش في نيه طلاق. ده لو بقى ايه الطلاق عن طريق الكنايه او طلاق معلق يمين، انما الطلاق الصريح مفيش حاجه اسمها في نيته. واحد قال لمراته انت طالق فهي طالق. نحن لا نسال عن النيه في اليمين في الطلاق الصريح. ولا لو كان متعصب؟ ولا لا متعصب دي قصه ثانيه برضه، يعني ممكن نتكلم فيها لو عندك وقت. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيه اغلاق. تمام كده. فهنا ما فيش واحد بيطلق الا لما يكون متعصب. ما فيش واحد قاعد حاطط رجل على رجل بيشرب شاي ولا روحي انت طالق. لا، هو شيء طبيعي بيكون فيه مشكله. ما هو بيقول في مشاكل وانا قلت لها انت طالق بس كده. يعني ما فيش حاجه بس كده، هو عايز يخلي المسؤوليه. لكن النبي قال لا طلاق فيه اغلاق. يقصد الغضب الذي يصير معه الانسان، اغلقت مجاري الفهم عنده. فمش عارف ده مين ولا بيقول ايه. يعني لما تساليه بعد ما يخلص يقول انا ما قلتش كده ازاي، يعني كان الغضب عميق. بالظبط كده. اللي وصل للمرحله دي انما مش اي حاله غضب. فهو لو مدرك ان دي زوجته وان هو بيطلقها وطلاق صريح يعتبر طلق.
يعني دي طلقة من ثلاثة. نعم. طيب معنا حد تاني يا جماعة؟ عايزين طب هنكمل حلقة امتى؟ طيب اوكي. السلام عليكم. السلام. اتفضلي يا حبيبتي. بتكلم الشيخ لو سمحتي؟ اتفضلي بس هستأذنك توطي صوت التلفزيون. مش كده كويس؟ اتفضلي. لو سمحتي يا شيخ. نعم. أنا متجوزة ومعايا بنتين. نعم. بقالي 3 سنين متجوزة. نعم. وجولي حافظة المصحف وبني آدم كويس يعني. نعم. بس الصراحة أنا عندي حالة شك فيها غريبة وبنحاول على قد ما نقدر إن أنا منبقاش كده بس مش عارفة يعني. حالة شك؟ في زوجك؟ بتشك فيه. بتشك في زوجك؟ أه. في إيه بقى؟ في إن هو بيخوني. أه طب الشك ده مبني على إيه؟ هل مبني على يقين ولا مبني على ظن؟ لا هو على ظن، انا عمري ما شفت ان هو بيعمل حاجه. طيب. بس هي واحده قالت ان هو بيعمل كده اول ما اتجوز، وبعد كده بنحاول على قد ما نقدر ان انا مثلا ما نشكش فيه، بنشوفه بيقرا قران بيصلي، بنحاول على قد ما نقدر ان انا ما نشكش فيه، بس مش عارفه دايما مشاكل بيننا باستمرار. طب يا اختي انت مش فاكره كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انت مش فاكره كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ انا فاكره بس بنحاول على قد ما نقدر. لا لا بصي، اطردي الشيطان من قلبك، اطردي الشيطان من قلبك. زوجك اللي بيصلي قدامك وبيقرا قران ده راجل تقي. صحيح. وان كان هناك شيئا لا تعلميه فالله يتولاه. صحيح. الله يتولاه، انت ليك الظهر اللي قدامك، لكن ما تخليش واحده تيجي تقول لك كلمه تسمم عليك حياتك وتسمم عليك عيشتك، وانت والامر ده صعب جدا. امر أيوة. انك في ناس خربت بيوت. لا طبعا ما ينفعش. فشيل النكد اللي في قلبك ده، وشيل الشك اللي في قلبك، وعيشي بقلب صافي بقلب نقي. ماشي. طيب شكرا جزيلا، يعني اسال الله عز وجل اللي هو يحافظ على بيتك وانت حافظ على بيتك يعني. نعم. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ جمال اتفضل. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. اتفضل. الله يبارك. انا عايز يعني اشكر الاداره على البرنامج الجميل. شكرا جزيلا. وعايز اوجه يعني الله يبارك عمرك، عايز اوجه رساله لشيخنا الفاضل، وعايز اقول والله مش مدح، والله لا اقصد المدح ابدا، ولكن دي حقيقه انا عايز اثبتها لكل المشاهدين الكرام، ان الامه الحمد لله بخير، وامه معطاءه، لطالما وجد زي فضيل الشيخ ربنا يبارك في عمره، ده اللي بعتبره النظر في وجهه حسبه الله حسيبه، دي حقيقه له اثر ايماني في القلوب الكثير، اي حد يعني اثر الطمانينه والعلم، واحسبه كذلك ولا ازكي على الله، ده الناس العلام في العلم الشرعي، ربنا يجزيك كل خير، يكون في مأمن ويأتمن ان هو ياخد فتوى وعلم شرعي صحيح من فضيلة الشيخ. وانا يعني بأشكر فضيلة البرنامج وادعو الله ان يستمر البرنامج ده علشان الامه محتاجه تماما لامثال فضيلة الشيخ والاداره الموجوده الطيبه في هذا البرنامج المثمر البناء العظيم من العلم الشرعي الهاد. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا، و جزاكم الله خير. ربنا ينفع بينا يا رب، وينفع بحضرتك يا رب، يعني ربنا جعلنا اهلا لذلك. ربنا يكرمك. ربنا يعزك يا رب، يغفر لنا تقصيرنا يا رب، واسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا يا رب يعني دعوه سهله ميسوره للناس يا رب العالمين يا رب. اللهم امين. طيب هنرد على الناس عشان فاضل 8 دقائق. احنا في حد اتكلم بتقول ان زوجها بيعاشرها، يريد ان يعاشرها وهي ترفض، وهي ترفض بشكل غير اللي قاله الله عز وجل. هو نعم، هو طبعا يعني جزاه الله خيرا انها تمتنع. صحيح. عن هذا الفعل الشنيع، هذا الفعل الشنيع. لكن الامانه العلميه تحتم ان يعني اذكر
ان في فرق كبير بين المعاشرة من الخلف وبين الاستمتاع. يعني الاستمتاع لشيء فيه، اما الجماع من الخلف فهذا لا يجوز، حرام وكبيرة من الكبائر. عشان بس الناس ايه الامور دي احيانا ما تبقاش عارفة، ربما شيء حلال وخايفين منه عشان ما نعرفش انه حلال. فهي لا تقسم اللي هي قالت لا، لا ده تقسم قالت اه تمام. لا اوعي تستجيبي ان كان يقصد المعاشرة الجماع من الخلف، هذا حرام حتى وان كان هناك فراق وطلاق. والله اعلم، ربنا يكرمك يا رب. طيب كانت في متصلة اخرى بتقول انا بيجي اصلي ما بقدرش اصلي، بحس بتنميل في راسي وبحس ان انا مش قادره اقول الكلام مع انها حافظاه. نعم، تعمل ايه؟ لا تصلي وتحس بتنميل وتصلي وتتعب وتصلي. اعتقد ده وسواس من الشيطان. طبعا يا استاذ امير، بص انا هي طبعا شايفاني، انا بقول لها لا ده انت لو حصل قد كده 10 مرات اوعي تسيب الصلاه. انت عارفه لما انت يكون في قلبك يقين، لما يكون في عندك همه وعندك عزيمه انك هتصلي مهما يحصل كل ده هيروح، انما عشان انت في خطوه لورا وخطوه لقدام مفيش عزيمه قويه، فالشيطان بيضعفك على طول وبيرجعك. صحيح، لازم نعرف ان الصلاه دي اعظم حاجه في الدنيا. ده النبي علمنا اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. صحيح. انا بقول لها الحديث ده وبذكرها بيه وبذكر السادة المشاهدين، اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. صحيح. فان قبلت قبل باقي العمل. صحيح. وان لم تقبل لم يقبل باقي العمل. فتخيل ان تيجي لربنا وانت ما عندكيش الصلاة اصلا، فلا لا انا بقول لك شد حيلك واستعيني بالله سبحانه وتعالى. ما تسيبيش الصلاة مهما حسيتي، حتى لو وقعت من طولك في صلاة قومي وصلي تاني. لو عندك يقين وعزيمه وهمه ربنا هيعينك وهييسر لك الامر ان شاء الله. احنا اتكلمنا عن الجنابه وكيفيه الاغتسال منها وبعض نواقض الوضوء. نعم، احنا بقى عايزين نكمل نواقض الوضوء. في ناس بتتعور تعويره خفيفه او تعويره نعم. كبيره، بتقول انا كده خلاص وضوئي انتقد فلازم اروح اتوضا. ولسه زوال العقل بسكر او مرض والاغماء والكلام ده. أيوة. كله نعم نعم، عشان احنا اول هنتكلم على اللي بيتعور وتعويره. لا لا شيء في ذلك. القليل من يعني الجرح او واحد عنده رعاش فنزل دم بسيط او جرح جرح، لا شيء في ذلك. ورد عن الصحابه ان كان بيذبحوا والثياب تبقى فيها دم ويصلوا، ورد كان بيصلوا في جروحاتهم يعني في الغزوات والحاجات دي يصلوا، ما فيش مشكله. طيب خالص. واللي عنده سيلان في الدم فبينزل من انفه دم كتير، يعني ما هو برضو الكسرة حدها ايه؟ الكسرة حدها ايه؟ لا مهما نزل من الانف مش هينزل كتير، لكن هو ما ينفعش الواحد يسيب برضو دم ينزف منه كتير، لا هيسده. يعني هو في ناس عندها سيولة في الدم فدايما بينزفوا من مناخيرهم بشكل. ما هو برضو ما يسيبوش. ما هو لو السيولة اللي عنده السيولة ده لو ساب نفسه هيصفى. صحيح. فبالتالي بيحاول يعني اتعلمنا الواحد ما يرفعش راسه عشان الدم ما ينزلش، لكن بينزل بس بيسد. عشان يتجلط الدم النز دون وايه، انما مش هيفضل سايب الدم نازل، لكن ان شاء الله لا ينقض الوضوء. معذرة على الراجح وعلى الصحيح. السلام عليك. ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك. طيب في ناس بتقول اللي لحم الابل، وعايزين برضه نوضح الفرق بين الابل والغنم وخلافه بنواقض الوضوء. نعم، مسألة الـ الابل اللي هي الجمال يعني والبعير، كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر قالوا له ان اتوضا من لما ناكل الماشيه والماعز، قال لهم لا ان شئتم، يعني تخيير. طب اتوضا من اذا اكلنا البعير، قال نعم. لكن في حديث ثاني بعد كده النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تتوضأوا مما مسته النار. فالعلماء قالوا الحديث ده ناسخ الحديث الايه الاخر. يعني ايه ناسخ؟ يعني رفع الحكم ده، رفع الحكم الايه الاول. وسيدنا حديث عبد الله سيدنا جابر هو روى الحديث ده وروى الحديث ده، فقال اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا لا نتوضا من اكل الايه من اكل ده. وبعدين راي الجمهور، راي جمهور من الفقهاء الاربعه، راي جمهور ان احنا لا نتوضا
من اكل الايه البعير. في اخر دقيقه كده عايزه حضرتك بس توجه رساله لعلاء اللي كان يعني ربنا يا رب يعفو عنه عايز ينتحر. يا علاء، مفيش حد فينا حبيبي مش مبتلى. لو كل يعني خلي بالك، قربك من ربنا يخليك تشيل الدنيا كلها على كتافك وتمشي بيها، تشيل الدنيا كلها. قربك من رب، بعدك عن ربنا لو قشاية هتقسم ظهرك، بعدك عن ربنا لو قشاية هتقسم ظهرك. فأنا بقول لك حبيبي النهاردة دلوقتي بعد ما توضى كده وصلي ركعتين وانت قاعد، وانت قاعد على اشتكي ربنا، كلم ربنا بأي لهجة بأي لغة، ابكيله ابكيله، اشتكيله، قول له يا رب انا مش قادر استحمل، انا تعبت، انا زهقت من الدنيا يا رب، عشان ربنا ينزل سكينه في قلبك. اوعى تقرب، اوعى تقرب لمجرد التفكير في الانتحار. انت مش قد عذاب ربنا، مخلدا مخلدا في النار. صحيح. سيبك من كافر ولا مش كافر، في اللي قال كده وفي اللي قال كده، لكن سيبك من ده، انت تستحمل عذاب دائم في النار وبطريقة رهيبة. انت تستحمل، هو غالي عند ربنا يا دكتور احمد. ان هو لو الناس، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم هان على الناس، هو لو هان على الناس انت عندك رب انت غالي عنده. احسنت. فاصبر وتحمل وليك اجرك العظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. غلاوتك ومحبتك هتكبر عند ربنا، درجتك هتبقى عالية عند ربنا لما تصبر وتبقى قد الحاجة دي. بس هتبقى قدها ازاي؟ بالعبادة، بالطاعة، بالقرب من ربنا، بذكرك لله، بالاستغفار، بالدعاء، باللجوء الى الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا دكتور احمد، ربنا يكرمك. شكرا جزيلا، دايما شرفنا. ربنا يبارك فيك. انا مشكور جدا على الحلقه الطيبه المتعدده، ربنا ينفع بينا يا رب العالمين. كان معانا الدكتور احمد الجهيني من علماء الازهر الشريف. ادوني بس يا جماعه دقيقه كمان من فضلكم. في اخر الحلقه حابه اقول لكم ان الوضوء هو شطر الايمان، والصلاه هي عماد الدين. يعني اخر كده مشهد عايزاكم تغمضوا عينيكم كده ونشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوفاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض شديد قبل الوفاه، فلقى ناس بتتكلم بصوت عالي قوي، فبيقول للصحابه ما هذا؟ فالصحابه قالوا له يخافون عليك يا رسول الله، فقال لهم احملوني اليهم. فراح على المنبر بيقول لهم ايها الناس، أراكم تخافون علي كأنكم تخافون علي. فقال له نعم يا رسول الله، طبعا خايفين عليك. فقال لهم أيها الناس، موعدكم معي ليس الدنيا، معدكم معي مش الدنيا، موعدكم معي عند الحوض، على حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس بصوا، ففي الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أيها الناس، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة. أول وصية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تاني وصية النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا. سيدنا النبي كان خايف علينا أوي. فآخر حاجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أيها الناس، اكوؤوا مني السلام، وكل من تبعني إلى يوم الدين. يعني صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشوفكم الحلقة الجاية على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.